العراق مع جزء السياحة من السياحة لازم خليني الناس أحرك سؤالي يعني دار بأثنين كبيرة حضري هل في اهتمام بالنسبة للحكومة عن الفلسطينيين بين الدول مين لو هذا يعني كيف لا سيناريو عكسي بسبب شكرا على السؤال صباح الخير جميعا على هذا الاتفاق كتير لازم منير بيه لا هو الفرق الجوهري ما اقدرش ادعي ان الحكومه السابقه كانت ضد السياحه لا مش صحيح ما كانتش ما حدش اتدخل في الملف في الحكومه اللي فاتت على الاقل طوال الفتره اللي كانت موجوده ما كانش في انما الفرق الجوهري ان المناخ العام مختلف تماما. المناخ العام كان موجود خلى بعض الثورات الاسلاميه كانت موجوده على الساحه زي بعض الاصوات المتفرقه بين الاسلاميين دعاة تجميع التماثيل ودعوه انواع السياحه مع الرياش كانت مسائل جيده كان الواحد بياخد شغله كله عشان خاطر ان هو يبتدي يجاوب على اسئله الحاجات دي الطاقه الانرجي كان المفروض تتحط في الشغل التركيز عليه كانت بتروح دفاعا عن ان دي اصوات فرديه ودي اصوات لا تعبر عن وجهه نظر الدوله والحكومه فكان الجو ما هواش حاضر في السياحه ولا كونديوسيف على ان هو يعمل شغل انما بشكل مباشر هل كان ضد مناخ السياحه؟ لا، لكن كان في اصوات مزايدين ولا يلقوا موقف من الحكومه يقول لا الكلام ده لا يعبر عن راي الحكومه ولا يعبر عن توقفها كانوا تركيبا الكلام ده الوزير السياحه يرد عليه واحد احنا عايزين نقول انه مصر مقبلة على ثورة تالتة انجاز التعبير ثورة بناء وانتاج في كل المجالات الدليل على ذلك وجود هذا المؤتمر ووجود هذا العدد الضخم من الحاضرين اليوم كله ده اهتمام بمستقبل مصر من ناحية الاقتصادية والاجتماعية انا بقول لحضرتك انه ان شاء الله المصريين هيحطوا ايديهم في ايدين بعض ومع الحكومة لان في اخلاص شديد من جانب الحكومة على ان الفترة الجاية نعوض ما فاتنا من الوقت والدليل ان الحكومه بتفكر في المصريين وبالذات ذوي القدرات المحدوده ان اخذت قرار في الحد الادنى للاجور 1200 كان بيطالب به من حكومات سابقه طويله كل دي مؤشرات بشر الخير اتوقع باذن الله ان احنا نوصل هذا الكلام احنا اعلام مصري مع الاعلام الاجنبي للخارج ان مصر الان تتوجه لمرحله بناء وتنميه حقيقيه وتدعو المستثمرين من كافه انحاء العالم ان هم ياتوا الى مصر في كل المجالات سياحه وصناعه وزراعه وتجاره بحيث ان احنا نبني ونعوض ونرفع مستوى معيشه المصريين باذن الله.